ظهور. نرجع شربة لنكمل. بعد عنا أكيد ضيفين بالحلقة، عنا عائلة لبنانية بنيجيريا بس جاي تعيد بلبنان، عصام فغالي وعائلته، بدنا نحييكم ونتمنى لكم أسبوع مبارك أيضا. كيف عم بتعيشوا هالأسبوع وأنتوا ببلاد الاغتراب، واليوم رجعتوا على لبنان، لبنان اللي يمكن أزمته أكبر من غير دول وغير بلدان، شو عم بتحسوا اليوم بظل كل هذه الأوضاع وكيف عم بتعيشوا بأسبوع الألام؟ صباح الخير، منحييكم نحن ونحن كمان. مرسي مرسي لأستضافتكم. نحن جست قبل الشعنينة، يعني قبل بيومين من الشعنينة، كان لنا تقريبا فترة كتير طويلة ما جينا على لبنان، جينا على نوال، بس بنوال كان مثل ما بتعرفوا سيتياسيون البلد وقت اللي وصلنا نحن كان البلد مسكر، دونك الكنائس كلها كانت مسكرة، كنا عم نقدس مثل كل العالم على السوشيال ميديا على فيسبوك. effectively جينا لسبب أساسي هو إنه نكون مع عائلتنا مع أهلنا، بما إنه ما قدرنا نحقق هذا الشيء بفترة نوال قلنا بلكي نقدر هلأ على بسجول باك. بظل الوباء وكورونا كيف قادرين تكونوا هالقد بحالة اطمئنان وحالة استقرار وعدم قلق وخوف، ومنعرف انه العالم كله اليوم باضطراب؟ صباح الخير. كفيت لي حالتنا مثل حالة كل الناس بالعالم من وراء كورونا اللي له سنة ونص عم يبرق، بس بإيماننا بالله ونتكل وبناخذ بريكوسيون مثل كل هالناس، والحياة بدها تكمل والله معنا وبيحمي الكل. أنا بدي أسأل شوي، أنتوا بنيجيريا يعني بوجودكم هنيك كمان ناس ممارسين لشعائركم الدينية، بتقصدوا الكنيسة بتكونوا خلال كل الرتب والصلوات، أو بتقصدوا لبنان لتكونوا عم بتعيشوا هالأجواء اللي بتحنوا لها؟ نحن بإبادة بنيجيريا عنا رعية سيدة البشارة. إبادة هي مركز الأبرشية، عنا أبرشية مثل ما بتعرفوا أعلن البابا فرانسيس بال2016 إكسارخوسية وصارت بال2018 أبرشية. نعم. دونك إبادة هو مركز الأبرشية، ورعية سيدة البشارة هي رعية مارونية بس مفتوحة لكل المسيحيين الشرقيين اللي موجودين بنيجيريا. دونك الريت هو مارونيت بس بتضم الكل، وقداساتنا مثل بلبنان دواماتهم كمان الأحد والسبت عشية، وبنمارس كل الشعائر، يعني على نوال بيكون في كل الاحتفالات، على بارك كمان كل الاحتفالات فيها الرعية، فيها كمان لجان، يعني في عندك لجنة الكاتيشيز اللي الأولاد فيها بيروحوا تقريبا كل فاندردي pour des cours de catéchisme. يعني c'est un petit liban, c'est une petite église موجوده ب société africaine. قد ايه اليوم اولادكم بهيك متاقلمين وعايشين حياتهم وانتم مواكبينهم كعائله؟ اليوم بنركز على العائله وعلى اهميه زرع كل القيم والمبادئ بعقل هالاولاد ليكبروا بشخصيه سويه. قد ايه انتم اليوم ملاقيين حالكم حتى ببلاد الاغتراب قادرين تحيطوا عائلتكم بكل الاهتمام والرعايه؟ يمكن الأفانتاج إنه نحن بأفريقيا إنه العائلة كتير قريبة من بعضها، يعني هنا أنتو عنا وقت للعائلة أكتر، يمكن أكتر شوي من لبنان. لبنان الكوبل كله عطول مشغول، عطول مضطرين، الديناميك الحياة أكتر كتير من مطرح ما نحن بنيجيريا. نيجيريا هيدا أفانتاج إنه العائلة كتير قريبة من بعضها. اوكي يمكن البي بيكون كل نهار بشغل، بس يا انتو في وقت معين العائلة بترجع بتجتمع خصوصا عشية، يمكن على الغداء ديوران لي ويكاند، ما عندنا كثير هيستوري انه نظهر الا ما نكون سوا.
استاذ عصام، هيك بوجه سؤالي لك اليوم كرب عائله موجود ببلاد الاغتراب، واليوم شايف الوضع بلبنان، الوضع المعيشي الاقتصادي المتردي، قد ايه انت هيك مثلك مثل كل ارباب العيال حاملين هذا الهم الكبير وبيحملوا مشقه السفر والبعد عن الوطن ليقدروا يكونوا مأمنين كل اللازم لعيالهم؟ أكيد أكيد الصعوبة اللي صايرة بلبنان هي ضربت حتى الناس اللي موجودين ببلاد الاغتراب كمان، زاد شيء لأنه خاصة بأفريقيا، أفريقيا هي بلد للشغل، يعني نحن بنرجع 3 4 مرات بالسنة على لبنان، ولادنا بيقضوا صيفية هون وبيجوا على باك وبيجوا على نوال، يعني مرتبطين عضويا بلبنان، وبنشوف المأساة اللي كيف ضربت الأزمة الاقتصادية بلبنان وكيف عم تتعرض الناس، أكيد عيالنا والإكستندد فاميلي اللي حوالينا، كل قرايبنا وأصحابنا، كل الناس مأثرين، وعم نحاول نكون حدهم قد ما فينا لأنه نحن حتى أكلنا كمان بالوضع الاقتصادي بما إنه مربوطين بلبنان، نحاول نكون حدهم قد ما فينا ونشتغل وراسنا بلبنان دائما، يعني دائما الهم تبع لبنان هو طاغي علينا مثل ما بيقولوا. نعم، سؤالي موجه للولاد، للصبية وللشاب، قد ايه اليوم ملاقيين حالهم هن بوطنهم الأم، وبنفس الوقت مطرح من وجد الإنسان بيبقى وطنه؟ للصبية إذا قادرة تجاوبني، شو إحساسك يعني اليوم أنت بنت لبنانية موجودة بلبنان جاية عايدة وعايشة كل الوقت الباقي بنيجيريا؟ أنا مزير على لبنان بس أشوف عائلتي وأحتفل معهم ومبسوطة إنه قدرت أشوفهم مرة، لأنه ما قدرت أشوفهم هذيك السنة لأنه كان في كورونا ولوكداون. وبالنسبة للشاب كمان شو بدك تقول لي؟ بدك تقول لي شيء؟ بدي أسمع صوتك. You can answer in English. Any language. Why you come to Lebanon? Why do you come here? I come to Lebanon because I want to stay with my family, because last year I couldn't celebrate Easter with my family because of Corona and lockdown. يعني اليوم بنشوفكم عائلة مجتمعة، عائلة مجتمعة وجاية تفرح مع الأقرباء بالوطن الأم، وهيدا اللي بنتمنى لكم إياه، يكون أسبوع مبارك مليان بنعم الرب من خلال وجودكم كعائلة. اليوم بنعرف قديش حضور الله بيتجلى بقلب العائلات، بقلب هالعائلة، النواة الأساسية لبناء المجتمع. صلاة، بتحبوا تصلوا نحن وياكم قبل ما نختم معكم هاللقاء؟ أكيد بنصلي انه مثل ما نحن قدرنا نكون مجموعين وصحتنا منيحه هلا، انه ربنا يعطي الصحه لكل حدا عم بيقطع هلا بضيقه، يعطينا الانفراج، يفرجها على الكل، عيال الود و كل هالوضع لبنان وينجيه ويقطع هالمحنه الكبيره. امين. نعم. وانتوا اكيد راجعين على بلاد الغربه، راجعين على حياتكم وعلى عملكم بعد العيد. نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق ونشكركم على حضوركم، واعياد مباركه، ومنقول لكم المسيح قام، يعني اسبوع الين بس نحن بالنهايه واصلين للقيامه. صحيح. ميرسي. لكم كمان ميرسي. شكرا. شكرا لحضوركم معنا. شكرا والله معكم.